مباشر مصر. خرج أحمد عز أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل من قسم الدقي في عربته الشخصية، وذلك بعدما أخلت محكمة القاهرة الاقتصادية سبيله. كان عز قد سدد 11 مليون جنيه للمحكمة مع وضعه على قوائم الممنوعين من السفر، ووفق القانون فإنه ليس من حق النيابة العامة الاستئناف، خاصة أن جميع القضايا التي اتهم فيها عز أعيدت محاكمته بشأنها، ومنها قضية غسل الأموال والكسب غير المشروع وتراخيص الحديد والاستيلاء على أسهم حديد الدخيلة. إذن خرج الرجل الحديدي من سجنه أحمد عز طليقا بأمر القضاء الشامخ، فرغم أحكام سابقة مجموعها 47 عاما بتهم إهدار المال العام والإضرار العمدي الجسيم به وغسيل الأموال والكسب غير المشروع والاحتكار والتربح، لم يجد القضاء غضاضة في إخلاء سبيل أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل بعد سداده 11 مليون جنيه وتعهده بسدد 89 مليونا آخرين. كل شخص خد فلوس من بلد المفروض يتحاكم، مش الفلوس هي اللي تخرجوا، طب فين حق الناس؟ مبارك خرج وكله خرج. لا اوافق اطلاقا لاي واحد مد ايده على المال العام انه يتبرع ولا اي حاجه، لازم ياخد جزاؤه. عز الذي خرج من قاع المجهول حين كان عازفا للدرمز الى السطح الاكثر سطوعا في اقل من عقد من الزمان، يصفه المراقبون بصاحب اللحن الاخير في مشروع توريث جمال مبارك بعد ان اشرف على عمليات التزوير الفجه في انتخابات برلمان 2010 والذي لم يحو ايا من اعضاء المعارضه اللهم الا عضوين من حزب الوفد القريب من السلطه. تحيه الى جمال مفجر ثوره التحديث والتطوير في الحزب. احتكر عز السلطة كما احتكر الحديد، لكن القضاء حكمه وتصالح معه في تهم فساد المال، ولم يجرؤ أحد على الاقتراب من إفساده الحياة السياسية كما الحال مع كل رجالات مبارك الذين تحولت السجون في الفترة القصيرة التي قضوها إلى خدمة خمس نجوم. يا سبحان الله، مصر ما فيهاش حريات، وإيه سبب يا سيادة الرئيس إنه المواطن المصري مش سامع بوق الدعوة للحرية؟ ليه مش متعاطف معاه؟ لأنه المصري حاسس إنه حر، المصري في دايرتي مش حاسس إن هو مكبوت. المصري لو كان حاسس إن هو مكبوت كان زمانه فعلا نزل الشارع. ومنذ الانقلاب على حكم الرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو من العام الماضي بدأ نجم رجال الأعمال في عهد مبارك يصعد من جديد، كما أن مبارك نفسه حكم عليه بالسجن 3 سنوات فقط في تهم تتعلق باختلاس الملايين من المال العام وصرفها على بعض أوجه الترف المنزلي لأسرته. أما على الجانب الآخر فأحكام بالإعدام والمؤبد على المئات ممن شاركوا في ثورة يناير التي أطاحت بمبارك ومعه عازف اللحن الأخير ورفاقه العائدين. كما شهد هذا الأسبوع أيضا أحكاما قضائية عدة، كان أبرزها أحكام الإعدام الصادرة بحق 12 من أبناء مدينة كرداسة في قضية قتل مساعد مدير أمن الجيزة، وكذلك أعادت جنايات الجيزة إلى مفتي الجمهورية أوراق 14 من قيادي جماعة الإخوان يتقدمهم المرشد الدكتور محمد بديع فيما تعرف بقضية مسجد الاستقامة، لما قالت إنه عدم كفاية التقرير الأول. نرحب مشاهدينا الكرام بضيوفنا في هذه التغطية، الأستاذ سعيد النجار عضو مجلس نقابة المحامين بالغربية، مرحبا بك. كما نرحب أيضا بهيثم غنيم الناشط الحقوقي، مرحبا بك أستاذ هيثم. وأبدأ معك بالتزامن مع الإفراج عن أحد أهم من قامت ثورة يناير ضدهم وهو أحمد عز، أحكام بالإعدام بالجملة على معارضي الانقلاب، كيف تقرأ هذا المشهد؟ إن إحنا في دولة الغابة مش في دولة القانون، ده باختصار شديد جدا. إحنا دلوقتي القضاء المصري بيثبت إن إحنا كنا سذج أو مغفلين لما اعتمدنا عليه بعد ثورة 25 يناير مباشرة، وكنا بنقول إن إحنا عندنا قضاء نزيه أو عندنا قضاء شرفاء.
خلاص. المجرم الحقيقي اللي اتضح لينا بقى في الكام شهر الاخير ان احنا مشكلتنا مش مع الجيش ولا مع الشرطه بس ولا مع السيسي، احنا مشكلتنا في المقام الاول مع كل قاضي وكيل نيابه بيشارك في تعذيب ابناء الشعب المصري، اللي في يوم من الايام باذن الله هيكون عقوبتهم هم اسهل بكتير من ان احنا نقدر نعاقب الجيش والشرطه، لان هم القضاه لما بيجي يصدر حكم هو بيوثقه باسمه، وكيل النيابه لما بيجي يصدر تجديد بالحبس هو بيوثقه باسمه. فرسالتنا ليهم بكل صراحه المره دي باذن الله في يوم من الايام، في يوم من الأيام سنقتص منكم جميعا بلا رحمة كما لم ترحموا أهل مصر لا ترحمون. طيب أستاذ سعيد، كيف نفهم إعادة أوراق مرشد الإخوان والمتهمين معه في القضية مجددا إلى المفتي بعد رفضه أحكام الإعدام؟ هل هذا إجراء قانوني؟ يعني في الحقيقة يعني هذا إجراء نقول أنه سابقة تاريخية من نوعها، لأن القانون حدد مهام المفتي أنه يوجب على القاضي لكي يصدر الحكم بالإعدام أن يحيل الأوراق إلى فضيلة المفتي. المفتي في خلال 10 أيام يصدر رأي، إن لم يصدر يحكم القاضي، يعني المدلول أن رأي فضيلة المفتي رأي استشاري لا قيمة له في أوراق الدعوة. فنسأل ما الجدوى من أن القاضي أعاد القضية مرة أخرى إلى المفتي إن لم يكن يريد صك شرعي على أحكام الإعدام. أنا أقول أن إحالة الأوراق مرة ثانية في هذه السابقة لكي تدرس التاريخ لنرى مدى التواطؤ ما بين الخماسي الذي اكتمل ما بين جيش وبين شرطة وما بين بلطجية وما بين قضاء، ورجال دي يشاركوا جميعا في هذه الأحكام التي تمتاز للأسف الشديد بالسرعة بالقسوة بالانتقامية بالانتقائية بالحكم بالشيوع، لم نرى في تاريخ مصر. التاريخ المصري يضع في مقام النقد والانتقاد حكم محكمة دنشواي أن القاضي كان مصريا والمحامي الذي ترافع عن هؤلاء الإنجليز كان مصريا، والحكم كان بإعدام 6 من المصريين. الآن الأحكام خلال سنة أصدرت في حق الألاف من أبناء الشعب المصري سواء كان مخالفين النظام لا يهم من، ولكن الضحية هو مصري من إبان أحكام محكمة جنايات السويس وأحكام محكمة جنايات المنيا. أنا أريد أن أقص على المشاهد واقعة غريبة من نوعها لكي نرى إلى أي مدى كما قال الأستاذ هيثم وصل القضاء المصري للأسف الشديد، ونحن نأسف كنا نظن أن القضاء المصري هو الحصن الأخير، القضاء المصري هو الفيصل ما بين النيابة جهة الادعاء وبين المتهم الذي هو في مقام كما نقول مؤيد النظام. اكتملت هذه المأساة في قضية شهيرة الآن نظرت في محكمة جنايات طنطا، الضابط أقر بأن المتهم هو حسام عواد، حسام عبد المنعم موسى أقر أن المتهم في تحرياته وأمام القضاء في الشهادة. ماذا فعل القاضي؟ النيابة لم يدخل المتهم في قضية مقتل 2 من مؤيدي الشرعية وهم حسام وهم الدكتور محمد جاد الرب وحسام عبد المنعم، لم تدخله كمتهم للأسف الشديد، بل حكمت المحكمة على 22 من مخالفي النظام وممن مؤيدي الشرعية، حكمت عليهم بأحكام متنوعة بين 15 سنة و4 سنوات و3 سنوات. نحن الآن أمام في مصر الآن الإعدام نوعان، الإعدام نوعان، نوع إعدام سريع ناجز يقوم به البلطجي أو رئيس الشرطة أو الجيش في الشارع بالقتل السريع، ثم الإعدام البطيء بيد القضاء المصري. طيب فيما يتعلق إلى إعادة أوراق المرشد والمتهمين مجددا إلى المفتي، في حال رد المفتي بالسلب أو الإيجاب، ما الإجراء المترتب على كل حالة منهما؟ رأي المفتي رئيس الشرع لا قيمة له سواء أيد الإعدام أم لم يؤيد الإعدام، لا قيمة له أمام المحكمة. المحكمة بتعطي الحق، القانون بيعطي الحق للقاضي أن يحكم يفصل في القضية إن لم يتم إعادتها للمحكمة خلال 10 أيام من تاريخ إرسال الأوراق. يعني أن رأي المفتي لا قيمة له، هو عبارة عن سق شرعي يريد القاضي به تبريء الضمير أو يريد فواق ضمير أو صحة ضمير لكي يسدد هذا الحكم، يقول أن المفتي صدق على قرار الإعدام. طيب فيما يتعلق بالحكم الصادر بحق السيدات في جماعة الإخوان المسلمين بالمؤبد، هذا الحكم أصدره زكريا عبد العزيز زعيم تيار الاستقلال وأحد من كانوا مرشحين بقوة لتولي منصب النائب العام في عهد محمد مرسي. هل تتناسب هذه الأحكام مع الاتهامات الموجهة للسيدات الثلاث؟ أفندم هذه أسفة الأسافي، رشا منير وهند منير وأماني حسن،
أمان التي اشتهرت أنها أعذبت حتى الشلل، ورشا التي مات زوجها محمد عبدين وهو يقف في طابور الزيارات، واعتقل أخيها في 8/4 بعد مقتل زوجها بثلاثة أيام. هذه أحكام قلنا أنها انتقامية، أنها انتقائية، أنها بمنتهى القسوة. ما هي الاتهامات الموجهة؟ لو نظرنا إلى الأحكام التي حكم بها أو الدعاوى التي حكم بها مبارك ونظامه، نجد أن القضاء أصدر القرار ببراءة المتهمين الأساسيين الرئيسيين بمنطق الشيوع في الاتهام. الشيوع يعني أنه لم يحدد متهم أساسي ورئيسي. كيف تم تحديد متهم من بين مئات المتهمين، مثلا قضايا المنيا ورشا وغيرها؟ القضاء الآن للأسف الشديد يحكم بالشيوع على جميع المتهمين. أريد أن نسلط الضوء أيضا ويعني نتطرق إلى القاضي الذي أصدر هذه الأحكام، السيد زكريا عبد العزيز، هو زعيم تيار الاستقلال. ألم يفاجئ ذلك؟ طبعا فوجئ ذلك. نحن نزلنا مع المستشار زكريا عبد العزيز وكنا معه كتفا بكتف عام 2006 في تيار الاستقلال من أجل استقلال القضاء، مظاهرات القضاء العالي، وكان مع النشطاء في بداية التحرير كتاريخه، وفوجئنا. وأن كان هناك بعض الآراء تقول أنه ليس زكريا عبد العزيز المقصود، ولكن تم تأكيد أنه المستشار زكريا عبد العزيز للأسف الشديد. طيب سيد هيثم، ما الدلالة السياسية للحكم على سيدات رافضات للانقلاب لأول مرة بالمؤبد؟ طيب في قضية رشا وأماني وهند، بناء على نصائح المحامين إن احنا ننتظر بس حيثيات الحكم اللي اعتمد عليه مستشار زكريا عبد العزيز على إصدار الحكم المؤبد ليهم، لأن في حاجة حقيقة مش مفهومة لينا. يعني هو ليه أعطاهم 25 سنة مؤبد ودي أقصى حاجة في العقوبة، وكان في تبرئة لأحد المتهمين. فهي دي النقطة. لكن هو الموضوع مش بس رشا وهند منير وأختنا أماني، الموضوع ان في ناس كتير جدا من البنات اخواتنا صدر ضدهم احكام اعدام. مش بس كده، ده في يعني احنا عندنا في ناس اخذت، يعني لو هنسرد عندنا ساره خالد اخذت 2.5 سنين، سماح سمير اخذت 3 سنين، وحيده الحاجه وحيده حامد عندها 65 سنه اخذت 3 سنين سجن، اسماء السيد وليلى محمد وشيماء سيد واسماء مختار وسلوى حسنين وصفاء حسنين اخذين 5 سنين، اختنا اسماء حمدي اخذ 5 سنين وغرامه 100,000 جنيه، علاء السيد ورفيده ابراهيم وعفاف عمر و اخذين 5 سنين، مهينور اخذ 6 شهور، ومهينور مش اخوان، مهينور اشتراكين ثوريين، منا مصطفى وابرار العاني اخذين 2 سنين، يوسف الخطيب اخذ 6 سنين. فالموضوع مش بس يمكن رشا وهند، دي كان اقصى عقوبه. هو بيحاول ان هو يوجد حاله ردع للحراك اللي بيتم في الشارع، بيحاول يقول للشباب والله ادي انتوا لو انتوا بتثقوا ان احنا هنصفكم في يوم ففي المشمش باذن الله. فاعتقد ان الحراك بالشكل الحالي لازم يتطور. يعني دكتوره عايده سيف الدوله وهي حقوقيه معروفه جدا من مركز النديم وناس شغاله من التسعينات، كتبت في مره كتبت انتوا ما عدتوش دوله، انتوا بلطجيه ولازم تتعاملوا ان انتوا بلطجيه. هل اجرمت السيدات الثلاث اي اجرام يقارن بما فعله احمد عز بمصر؟ طيب الذي حصل على البراءه، مشكله رشا، حصلت السيدات الثلاث على مشكله رشا وهند واماني ان هم ناس بسيطه. اي انسان بسيط في مصر يقرر في يوم من الايام ان هو يكون عنده كرامه، ده هيكون عقوبته. اي انسان بسيط في مصر هيقرر ان هو يرفع راسه لسيده اللي هو الجيش او الشرطه او القضاء، دي الرساله اللي القضاء والجيش والشرطه بيواجهوها، انتوا عبيد ونحن اسياد، احنا لا نقبل، الجيش والشرطه والقضاء بيقولوا نحن لا نقبل الا ان تكون تلك الدوله دوله حراميه، دوله فيها زي احمد عز وزي نظيف وزي السيسي وزي صدق صبحي وزي اي مجرم حرب موجود في الجيش المصري دلوقتي او في الشرطه او في القضاء. لان الجرائم اللي بتنتهك، يعني اما الجيش المصري بيقصف في سيناء ويقتل اطفال ونساء، في اطفال ونساء مقتولين في سيناء من الاسبوع اللي فات اللي قتلهم طيارات مصريه زي ما اتقتل في غزه اطفال وسيدات، ده اسمه مجرم حرب في القانون الدولي اللي مصر موقعه او الاتفاقيات اللي مصر موقعه عليها. الضابط الطيار اللي قصف البيوت المدنيين في سيناء اسمه مجرم حرب. القاضي اللي انتهك القانون وبيصدر احكام بالسجن اقصى العقوبات هو عارف ان دي قضايا راي عام، قضايا راي خلاص، ده مجرم وسيتم عقابه. قصة ان احنا هنعتمد على دولة القانون، فاحنا ما عندناش دولة قانون. احنا الرسالة دلوقتي الموضوع اتغير خلاص تمام. احنا دلوقتي لو بنشتغل حقوقي احنا بنشتغل عشان حاجة واحدة بس، احنا بنشتغل عشان نوثق الجرائم فقط،
علشان في يوم من الايام رسالتنا هتكون واضحه، من لم يرحمنا لن نرحمه باذن الله عند سقوط الانقلاب، ومن سيقف حينها في طريق الشباب لتطبيق العقوبه يعني يصدر يلحق زعيم تيار الاستقلال واحد من كانوا مرشحين بقوه لمنصب النائب العام في عهد مرسي هذه الاحكام، هل تعرض طيب. الى ضغوط؟ مش فارق معايا. اصدر زكريا عبد العزيز هذه الاحكام التي وصفت بانها لم تصدر من قبل. خليني اقول لك حاجه، في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما تولى الحكم عزل كل القضاه اللي رضى عنهم الحجاج. ففي قاضي راح له وقال له انا لسه ما توليتش الحاجه ده، لسه يعني لسه الحجاج موليني القضاء. قال له يكفيني رضاك رضاه عنك. هي نفس الكلام، واضح ان احنا ما عندناش في القضاه حد شريف. معنى ان نظام حسني مبارك وافق ان يكون في قاضي موجود بهذا المنصب ان هو القاضي ده مش شريف، بس يكفينا رضاء نظام مبارك على القضاه اللي موجودين. دي رسالتنا ببساطه. الموضوع اتغير خلاص تماما. اللي بيقول ان في قانون هنقوله لا، مفيش خلاص، ما احنا ما عندناش دوله قانون. قضيه كرداسه اللي فيها الاعدامات، القاضي خالف الماده 302 من قانون الاجراءات الجنائيه اللي بيقول ان هو لا يعتد باي شهاده تتاخد تحت اثر التعذيب، وهو عنده شهاده من الطب الشرعي رسمي، شهاده من الدوله ان الناس الشباب في قضيه كرداسه زي صهيب اللي طلع ضد حكم اعدام وغيره تم تعذيبهم وتم اخذ اقوالهم تحت التعذيب، ومع ذلك هو لم ينظر لذلك وادالهم اعدام. فاحنا خلاص ما عادش عندنا اللي موجود، القوانين اللي عندنا دلوقتي يا شباب دي قوانين الغابه، انتوا بقى عليكم ان انتوا تضعوا قوانين العدل والقصص. طيب ينضم الينا الان عبر الهاتف الشريف الروبي عضو المكتب السياسي لحركه السادس من ابريل. سيد شريف، كيف تنظرون الى قرار الإفراج عن أحمد عز، أحد أهم من قامت ثورة 25 من يناير ضدهم؟ يعني قبل خروج أحمد عز خرج فتح الثور وخرج صفوة الشريف وخرج زكريا عزمي، فبيكملوا بقية الفرقة، بقية أعضاء الحزب الوطني القديم وبقية أعضاء الثورة المضادة اللي نجحت بعد 30/6 إنها تستولي على الحكم بقيادة عبد الفتاح السيسي وغيره. احنا بنقول انه في اليوم اللي تم فيه الافراج عن احمد عز قائد الفساد وحديد عز اللي سيطر على سوق الحديد في الشرق الاوسط بطريقه فاسده بشكل كبير، تم تزويد الحكم على اثنين من الشباب اللي تم اعتقالهم في فبراير الماضي في شهر 11 الماضي امام مجلس الشورى بتزويد الحكم عليهم ب 15 عام طبقا لخرقهم قانون التظاهر. وخلينا نقول ان قانون التظاهر بينص على انه اللي يخرق هذا القانون يخترق هذا القانون يحبس 3 سنوات، القاضي حكم عليهم ب 15 سنه وهو الامس قام قاضي اخر بتثبيت الحكم على اثنين لن يتمكنوا من الدخول لانهم تاخروا بعد شيء ولن يتمكنوا من الدخول الى القاعه، تم تثبيت الحكم عليهم 15 عام وتم تاجيل الحكم على باقي ال 23 حتى العاشر من شهر 9 القادم. خلينا نقول انه احنا في ثوره مضاده بتحكم مصر بقالها اكثر من سنه وشهرين، رافضه تماما الشباب، رافضه تماما ان يكون هناك حساب. وخلينا نقول ان القوانين اللي بتحاكم رموز النظام السابق والدوله الفاسده هو 63,000 تشريع فاسد من الاساس، يعني كل التشريعات والقوانين التي تحاسب الفاسدين هي قوانين هم يعني عملوها على مزاجهم خلال 30 سنه في عهد مبارك، فازاي انا قانون يحاسبني في الاخر؟ خلينا نقول انه الثوره المضاده نجحت تماما انها تستولي على الحكم مره اخرى، ولكن الشباب في الشارع، واظن اللي بعد اكذوبه قناه السويس الجديده والشكل الجديد اللي طلع بيه السيسي الفتره الاخيره، وبعد رفع الاسعار عن الوقود، الشارع بدا يحتدم ضد السيسي بشكل كبير، بدا يحتدم. وخلينا نقول واحنا شايفين انه خروج عز هيخلي الشارع يقوم مره ثانيه، الشارع السياسي والشارع الشعبي لما يقولوا يلاقوا رموز النظام السابق اللي هي فسدت الحياه بشكل هناك كبير. انتخابات برلمانيه مزمعه قريبا سيد شريف، هل نتوقع عوده رموز نظام مبارك مجددا للصراع السياسي عبر هذه الانتخابات برايك؟ طالما ما فيش حكم قضائي ضدهم حقيقي هيبقوا موجودين في الصراع السياسي وهيبقوا موجودين في البرلمان مش بوجوه اخرى ولا ناس ثانيه، لا هتبقى بنفس اشكالهم احمد عز وفتحي سرور ومحمد ابو العينين وزكريا عزمي، هيبقى موجودين في السباق السياسي القادم في انتخابات البرلمان في الفتره القادمه. وده الحادث الخلاف الان ما بين كل التحالفات السياسيه للانتخابات القادمه لانتخابات البرلمان القادمه انها بدات تفشل بشكل كبير، انه حتى الدوله القديمه ودوله مبارك الفاسده
اصبحت الان مختلفه مع بعضها بعد 30/6 وبعدين تولى السيسي زمام الامور. هذه الدوله اختلفت مع بعضها البعض وعلى اثر هذا لم يستطيعوا التحالف في الانتخابات القادمه، وستكون انتخابات زي ما قلنا هتعتمد على راس المال، لا تعتمد على شباب ثوره ولا تعتمد على ذوي الخبره لتحقيق مطالب ثوره 25 يناير. شكرا جزيلا لك السيد شريف الروبي عضو المكتب السياسي لحركة السادس من أبريل، كنت معنا عبر الهاتف. وعودة إلى ضيوفنا في الاستوديو. أستاذ سعيد، غدا يصدر حكم القضاء الإداري بشأن حل حزب الحرية والعدالة، هل تتوقع استجابة المحكمة لتوصية مفوضي الدولة بضرورة حل الحزب برأيك؟ احنا قلنا الآن الشعار في مصر ليس الحكم بعد المداولة ولكن الحكم بعد المكالمة. هذا ما يحدث الآن في القضاء المصري. ليس هناك معايير كما قال الأستاذ هيثم وكما قال الأستاذ شريف، كل التشريعات الموجودة الآن نحيت جانبا، حتى لو كانت فاسدة لا نجد حكم في تشريع للأسف الشديد. كل أحكام بناء على توصيات وعلى أوامر كما نرى الآن. هو احنا كما نعلم أن فلسفة الأحكام الأصل فيها أنها تخدم المجتمع، أي حكم يصدر له فلسفة أن يخدم المجتمع، لكن الأحكام لا تصدر الآن هدفها الوحيد هو خدمة النظام. يعني أحكام الإعدام بتغيب المتهم الحقيقي، عندما نقول المتهم فلان وفلان ويتم ترسيخ هذا في الوعي المصري بالأحكام. لكن هناك من يرى بأنها لم تخدمه على صعيد صورته أمام العالم. العالم يرى ما يرى، العالم الحق أبلج والباطل لجلج، والحقائق ظاهرة ظهور الشمس في وضح النهار. العالم يرى ما يراه مناسبا لمصلحته. العالم لا يحترم الآن إلا إرادة الشعوب. العالم الآن الذي يقف ضد هذه الإرادة يبقى إذن ليس هذا من الإنسانية. عندما نرى دول وأنظمة تؤيد انقلاب قمعي يقتل ويشرد ويحكم بالإعدام السريع والإعدام البطيء الناجز، عندما نقول مثلا الإحكام على رشا وعلى هند وعلى أمين، المؤبد ماذا يعني؟ يعني أن الشاب دخل 20 عاما يخرج هرما، 25 دخل هرم دخل يخرج يدخل شابا يخرج عجوزا، اي انها احكام بالموت البطيء. هذا ما نرى الان. حكم غدا امر طبيعي انه سيحكم بحل حزب الحريه والعداله على اساس انه حزب قام على اساس ديني، رغم ان هذا الحزب كان على قوامه نصارى. استاذ هيثم، اذا تم حل حزب الحريه غدا من قبل محكمه القضاء الاداري، هل يسعى النظام الحالي إلى إغلاق كل المنافذ السياسية أمام جماعة الإخوان المسلمين بحل حزبها؟ طيب أنا هقول لحضرتك حاجة، أنا مش فارق معي حزب الحرية والعدالة، مش فارق معي جماعة الإخوان، ومش فارق معي أي تنظيم ثوري ولا 6 أبريل ولا أي حاجة إحنا كنا منتمين ليها. موضوع تعدى خلاص، الكلام ده خلاص من زمان. موضوع دلوقتي إن في شعب وفي ناس بني آدم وثق فينا يوم 25 يناير ويوم 28 يناير، واحد مواطن غلبان نزل حطه صدره قصادنا عشان ياخد طلقة مكاننا علشان نجيب له حرية وعدالة اجتماعية في البلد دي. المواطن ده ما نزلش عشان فلان أو فلان أو فلان يحكم. خلاص قصة إن إحنا هنفضل نقول أصل إحنا بنطلع عشان فلان فلان، اللي عاوز يطلع كده يطلع خلاص. الموضوع تحول وبقى أكبر من كده دلوقتي. يحلوا اللي هم يحلوه، الموضوع بإذن الله يرجع ثورة تاني بجد، والثورة هستختار قائدها من جديد، قائد يكون من الشعب بإذن الله، من الشباب اللي على الأرض هم اللي هيحددوا مين اللي هيكسب حتى يتم النصر. النهاردة في عندنا مامة عائشة عبد الفتاح وهي معتقلة جوه السجن توفيت علشان مش قادرة تشوف بنتها من الحسرة عليها. النهاردة الكلام اتغير، إن النهاردة الكلام اتغير نقطة ومن أول السطر. النهاردة كل شاب على الأرض لازم إن هو يبتدي يتحرك بشكل جديد، بس ابدعوا الشباب، لازم تبدع. خلاص انتهى، احنا يا اما احنا اللي هنجيب دولة القانون ونجيب النصر يا اما مش هنجيبه. بس ده ختاما يعني الرسالة اللي انا عاوز اقولها يعني. شكرا جزيلا لك الناشط الحقوقي هيثم غنيم، كما نشكر السيد سعيد النجار المحامي بالنقد وعضو مجلس نقابة المحامين، شكرا لكما. ونشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة في تغطية جديدة.